بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. أعزائي الطلبة والطالبات، طلاب الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهاردة هنتناول موديل نمبر 13 أو النموذج رقم 13 من كتاب المعاصر. ولكن كلنا دايما البداية مع بعض: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله. طبعا كل زمايلنا اللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشترك ويعمل سبسكرايب للقناة بتاعتنا، ويا ريت كلنا لو عجبنا الفيديو نعمل لايك وشير عشان يوصل لكل زمايلنا، وطبعا المنفعة تعم مع الجميع. نبدأ عندنا بسؤال نمبر 1، لسؤال تشويس: choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1: Space her departure, she waved us goodbye. On her departure ولا during يعني أثناء، ولا while أو as. طبعا while وas الاثنين نفس المعنى اللي هو بينما، وطبعا بيجي وراهم sentence جملة، فالاثنين مستبعدين معانا. وفتوقف المعنى على on during، طبعا during يعني أثناء، وهنا on يعني خلال مغادرتها she waved، طبعا هتبقى letter A. Letter A on her departure يعني خلال مغادرتها she waved us goodbye. Number 2: Never space shopping with her mother. Never she goes ولا never she is going ولا never does she go ولا is she gone. معروف ان never أو hardly ever أو rarely أو seldom كلها تعبيرات بتدل على النيجاتيف، يعني بتدل على النفي، والتعبيرات الدالة على النفي لو جت في بداية الجملة بتيجي وراها الجملة في صيغة سؤال. يعني ايه في صيغة سؤال؟ يعني فعل مساعد فاعل فعل. فطبعا اللي بياخد شكل السؤال عندنا الفعل المساعد اللي هي مين؟ letter C. المفروض اقول never does she go، هي اصل الجملة she never goes، she never goes، وعشان never جت في البداية فعندنا الكلمات الدالة على النيجاتيف على النفي كلها لو جت في بداية الجملة بتاخد شكل النيجاتيف، بتبقى نيجاتيف ولكن بتاخد شكل السؤال. يعني ايه شكل السؤال؟ يعني فعل مساعد فاعل فعل، زيها زي no sooner و hardly و scarcely اللي بيقولنا فيه ال past perfect اللي هو زمن الماضي التام. نيجي عندنا number 3: صلاح hasn't trained with the team. Space his energy in the finals. Since his energy injury ولا since his injury ولا when his injury ولا while ولا ago. طبعا هنا صلاح hasn't trained، hasn't the present perfect with the team، واللي جاي وراها ناوي يبقى مين؟ since his injury in the final or in the finals، يعني منذ إصابته في النهائيات. I didn't sleep enough، أنا ما نمتش بدرجة كافية. Only space hour، طبعا الساعة hour a hour ولا an hour ولا many hour ولا a lot of. طبعا many و a lot of بيجي وراهم اسم جمع، أو اسم طبعا many و a lot of اسم جمع. عندنا hour مفرد، وطبعا عشان بدأ بصوت س بصوت متحرك اللي هو hour ال h silent، فهنجيب معاها an، يبقى only an hour. I space move into my new house. That's my intention. Intention نية. مين اللي بتعبر عندنا عن نية؟ يا ترى will ولا going to ولا عندنا هنا am going to ولا I am going؟ طبعا هنا I am going to اللي بتعبر عن ال intention going to. طبعا going to لها أربع استخدامات أساسية: لإما intention يعني نية، decisions اللي هو القرار، plans اللي هو الخطط، أو prediction with evidence يعني تنبؤ مصاحب بدليل. فطبعا احنا عندنا منهم مين؟ ال intention. My twin يعني التوأم، son my twin son يعني التوأم اللي هو الولد، and daughter الولد والبنت are learning to talk ولا talking، ولا عندنا هنا to talking ولا talk. طبعا معروف ان الفعل learn او teach بيجي معاه to plus infinitive اللي هي letter A، يبقى learn to talk. This river has a nar is the space of most of the fish to eat. This river is the house of mouse of most يعني من ميت أو منزل، ولا hole يعني فتحة، ولا home يعني موطن، ولا nest اللي هو العش. طبعا هنا this river is the home يعني موطن of most of the fish we eat، موطن لمعظم الأسماك اللي احنا بنتناولها، يبقى letter C.
A space is a place on the internet where you can go to find out information about a company, person, subject. يا ترى الويب سايت اللي هو الموقع ولا البوست اللي هو البريد ولا البلوج المدونة ولا الأوفيس اللي هو المكتب طبعا. A website اللي هو الموقع عبارة عن مكان بنبحث فيه على الإنترنت على الانفورميشن المعلومات. To space is to hit, kick or fire guns at other people. To fight يعني يقاتل ولا to help يساعد ولا to assist يساعد برضه ولا to support يدعم. طبعا to fight يعني يقاتل أو يحارب. يبقى to fight يقاتل أو يحارب is to hit or kick or fire guns at other people. Number 10. After I hit my head, بعد ما ضربت راسي, there was a red space on my forehead. في حاجة كده على forehead يعني جبهتي. يا ترى there was a red swell يعني انتفاخ أحمر ولا swelled منتفخ ولا swollen ولا swells. طبعا a red swell يعني انتفاخ الناون نفسه الاسم. The red a red swell. Letter A. I will have my car. I will have عندنا have طبعا بنسميه الكوزاتيف وعندنا ده مفعول غير عاقل يبقى تصريف الثالث. يا ترى I will have my car عايز السيارة بتاعت repaired تتصلح, cooked تطهى, tricked يعني يمشي أو سيرا, وbeaten يعني يعض. طبعا هنا letter A repaired أنا عايز السيارة بتاعتي تتصلح. letter A. نيجي عندنا number 12. Sit, fit, bit and hit are all words that كلهم لهم نفس الإيقاع. مين الإيقاع عندنا؟ يا ترى rhythm اللي هو الساجة ولا طبعا rhythm أو rhythm اللي هو الإيقاع أو الإيقاع, rhyme اللي هو القافية, line اللي هو البيت الشعري, stress أو الخط يعني stress اللي هو التوتر. طبعا sit, fit, bit and hit are all words that rhyme. rhyme يعني لهم نفس القافية يعني بنفس نفس الحروف. You need a blood space. Do you have anyone to donate his blood to you? أنت محتاج عملية نقل دم. يا ترى shed اللي هو النزيف, analysis تحليله, transplant يعني زراعة ولا transplant زراعة ولا circle دائرة. طبعا هنا transplant يعني زراعة دم. طبعا هنا letter C. Facebook is one of the biggest space network sites, networking sites. Facebook is one of the biggest social networking sites, private, personal, former. الإكسبريشن كده على بعضه social networking site, social networking site. Number 15. Space are food, clothes that you need to take with you for a period of time. حاجة بتكون محتاجة وانت بتتنقل. Supplies اللي هي الإمدادات, communications للتواصل أو الاتصالات, diaries اللي هو المفكرات, entries اللي هو المشاريع. طبعا هنا supplies letter A. She has space practice to get in shape. She has done practice made practice gone practice joined practice. طبعا اسمه do a practice يعني قم بتمرين. يبقى she has done practice يعني قامت بتمرين. letter A. نيجي عندنا للسؤال اللي بعده. fill in the gaps يعني املأ الفراغات. African U23 Cup of Nations 2019 was held in Egypt يعني أقيمت في مصر. Space was a great success وكانت نجاح بهر. يبقى مفروض نقول ايه؟ It was a great success. Eight teams space part in the championship. طبعا 8 فرق شاركت يعني ايه شارك اسمها take part بس احنا بنجيب الباست هتبقى took part in that championship. space teams were divided into two groups of four teams. يبقى عندنا space teams طبعا هنا the teams were divided يعني الفرق تقسمت. يبقى the teams we were proud
of Egyptian teams. We were proud. We're proud بجمع حرف الجر. Of we were proud of. بعد كده عندنا السؤال ال passage القطع. Read the following passage then answer the questions. I was very interested while listening to my friend telling me the following story which he had read in a newspaper. طبعا I was very يعني كنت مهتم جدا وانا بسمع او فرحان جدا او مبسوط وانا بسمع القصة اللي صديقي بيحكيها لي which he read اللي هو قراها فين في النيوزبيبر. It was a hot noon. It was a hot noon يعني كان يوم او ظهيرة ساخنة او جو حر. And the few people walking along the street وكان في ناس قليلين او قليل من الناس يمشون في او على طول الطريق. The street walking along the street stood struck dumb gazing up a man in the air little by little falling down on the earth. طبعا stood كلهم توقفوا struck dumb gazing up. struck يعني انضرب dumb يعني شخص أخرس أو أبكم يعني بيتكلمش gazing up a man in their little يعني تطاير في الهواء little by little يعني حاجة ببطء جدا falling down to the earth لحد ما سقط على الأرض. his white new garment his white new garment يعني ملابسه طبعا garment garment هنا بتساوي كلمة cloth يعني الملابس بتاعته الواسعة وكانت جديدة يعني ملابس واسعة وجديدة. acted as a parachute يعني كده عملت دورها كأنها برشوت. when his foot slipped off the wooden board when لما أو عندما سقطت أو انزلقت قدمه off the wooden board من على الحائل الخشبي. he was standing on اللي كان واقف عليه while painting the front of a high house وهو بيدهن مقدمة منزل هاي يعني مرتفع يعني بيدهن أو بيطلي منزل من إيه من مقدمته وطبعا على مسافة مرتفعة. it was funny يعني كانت حاجة مضحكة جدا that he fell down on his feet inside the box of a lorry that happened to jump it that happened to be passing by the time يعني كان حاجة كويسة أو كلهم ضحكوا لما شافوا الرجل وقع في صندوق كان على رولي واللوري ده كان بيمر في اللحظة دي فين في هذا الوقت. when the people shouted لما الناس صرخت the lorry driver stopped صاحب اللوري توقف and the man jumped off delighted as being saved الرجل خرج من الصندوق مبسوط delighted as being saved كأنه أنقذ. if the lorry had been a second later يعني لو اللوري ده كان اتأخر ثانية واحدة it would have been knocked him down dead كان هو ارتطم ونزل ميت. so he insisted on giving the driver a treat عشان كده هو أصر إن هو يقدم للسائق treat يعني طبعا for example present هدية أو gift أي شيء. he crossed the street عبر الشارع to buy him a Coca-Cola عبر عشان يشتري له إزازة كوكاكولا. on his way back وهو في طريق العودة he was so excited كان منفعل جدا that he couldn't avoid being struck down by a motorcycle running fast along the street لما ارتطم مرة أخرى بسائق موتور باك يعني دراجة بخارية along the street عبر الطريق. he fell down يعني سقط on the ground سقط على الأرض. the people hurried to help him rise to his feet الناس أسرعت عشان توقفه على رجليه but they found him dead ولكن وجدوه dead يعني إيه ميت. هنا الword number one the underlined word treat in the second paragraph means طبعا in this contest celebration احتفال ولا عندنا هنا a gift يعني هدية a thrill يعني تهديد money نقود طبعا هنا راح نجيب له gift يعني present أو treat ممكن يبقى gift أو present يبقى letter B. the man's garment طبعا اللي هو الكلوذ الملابس caused him to fall down dead يعني يسقط ميت off the board يسقط من على الحائل down quickly يعني بسرعة
داون سلولي، طبعا هنا داون سلولي كانت بينزل بها ببطء لأنها تمثلت كأنها باراشوت، يعني كأنها كده باراشوت وبينزل بيها ببطء. The man was killed، الراجل مات buying the كوكا كولا while وهو بيشتريها، ولا هنا after بعد ما اشتراها، before قبل ما يشتريها، during أثناء، طبعا هنا before هو راح يشتريها، فطبعا ارتضن بمين؟ بالموتوربايك. The lorry arrived at the place، اللوري وصل. When the man's foot slipped، لما قدمه انزلقت. ولا عندنا هنا while the man was painting، والراجل بيدهن. ولا just before the man reached the ground، ولا قبل فقط قبل ما الراجل يوصل على الأرض. ولا after the man had reached the ground، ولا بعد ما الراجل سقط على الأرض. طبعا هنا letter C just، يعني بنفس اللحظة، لو كان تأخر second ثانية واحدة كان طبعا ارتطم في الأرض. Do you think the man threw himself down on purpose، هل الراجل رمى نفسه بغرض؟ How do you know، طبعا هنا no he didn't do so، الراجل ما عملش كده أصلا. He was very delighted، لأنه he was very delighted when he was safe after the fall، لأن he was، لأننا بقولنا أنه هو كان فرحان، فطبعا he didn't have no purpose to fall. How do you feel after reading this story، طبعا بعد ما قرأنا الستوري. I was very interesting of this story، or I was very interested، I was very interested of this story as the man or it's إبقى I feel that the man is unlucky، الراجل ده غير محظوظ. as he was saved one time but he didn't be saved the next time، ولكن لم يتم إنقاذه in the second time as he finally fell dead، لكن في النهاية سقط إيه؟ ميت. What do you think of the man who fell down، رأينا في الرجل اللي سقط، who fell down، اللي سقط، and why I think he was a grateful man. Number 23، how do you feel after reading this story، I feel surprised، I feel surprised، يعني أنا شعرت بي surprised دهشة، as fate saved the man once، fate يعني القدر، saved the man once يعني أنقذه مرة، but the same fate made him killed the next time، ولكن القدر أسقطه ميت في اللحظة التالية. What do you think of the man who fell down، رأينا فيه، I think he was a grateful man، يعني رجل ممنون أو شاكر، as he hurried to buy a treat for the man who saved him or for the driver who saved him، طبعا هو رجل ممنون أو بيعترف بالجميل، as he worried to buy him a Coca-Cola but he fell during buying this، ولكن سقط أثناء شرائه. لو جينا نرجع أسئلة الباسج، لو جينا نبص الأسئلة، no I don't think so، he was very delighted، طبعا الراجل كان مبسوط جدا، he didn't do having any purpose، ما كانش عنده أي غرض، when he was saved after the fall، بالنسبة لرأينا في المان، I feel or after reading this story I feel very surprised، يعني مندهش، fate طبعا الفات اللي هو القدر، saved the falling man، أنقذ الرجل اللي سقط، and the same fate ونفس القدر، made a motorbike killed him، خلى الموتوربايك kill him يعني تقتله. The last one I think he was grateful man، أعتقد أن الرجل ده grateful يعني مان أو شاكر. He insisted on giving the lorry driver a treat، and he insist يعني أصر on giving the lorry driver a treat، يعني يقدم له treat اللي هو طبعا gift أو present for saving him even if by luck، حتى لو بالحظ. نيجي عندنا لسؤال translation، translate into Arabic يعني هنترجم للغة العربية. When we see someone for the first time we often make up our minds about the sort of person they are quickly. This is a negative behavior called prejudice. لو جينا نبص عندنا translation، when we see someone for the first time، عندما نرى شخصا لأول مرة، we often make up our minds، فإننا نفكر في أو we make up our minds، we often أو غالبا ما نسرع في الحكم عليه.
about the sort of the person they are quickly. في الحكم على نوعية هذا الشخص بسرعة، وهذا سلوك خطأ. called prejudice يسمى بالتحيز أو الحكم إيه المسبق. prejudice اللي هو التحيز. يبقى translation مرة تانية. when we see someone for the first time وعندما نرى شخصا ما لأول مرة. we often make up our minds غالبا ما نسرع في الحكم على the sort of the person نوع هذا الرجل. they are quickly هذا وهذا هو سلوك سيء. called prejudice وما يسمى بالتحيز. نيجي لي translation الانجليش. translate into English يجب أن نستفيد من أوقات الفراغ. we should make positive use of our free time by doing عن طريق ممارسة نشاط. by doing useful activity نشاط مفيد or useful activities by doing useful activity مثل الرياضة such as sports القراءة reading الانضمام لجمعية or joining a charity جمعية خيرية. يبقى مرة تانية يجب أن نستفيد من أوقات الفراغ بشكل إيجابي وذلك عن طريق ممارسة نشاط مفيد مثل الرياضة أو القراءة أو الانضمام لجمعية خيرية. we should make positive use of our free time by doing useful activities such as sports, reading or joining charity. لو جينا نشوف الترانسليشن مع بعض. عندما نرى شخصا ما لأول مرة غالبا ما نتصرف في الحكم عليه. نوعية هذا الشخص وهذا هو السلوك السلبي يسمى بالتحيز أو الحكم مسبقا. لكن translation into English we should make positive use أو ممكن أقول we should benefit. we should make positive use of our free time. we should benefit from our free time by doing useful activities or useful activity such as sports كالرياضة reading القراءة or joining charities or joining charity أو الالتحاق بجمعية خيرية. ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى التوفيق للجميع. وزي ما احنا قلنا نعمل لايك للفيديو وسبسكرايب لو ما اشتركناش وشير عشان يوصل لكل زميلنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.